بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد تعرض خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام لابتلاءات كثيرة ومتنوعة في حياته، ومع تنوعها واختلافها إلا أن قلبه لم يتأثر ولم يتغير، فقد كان عليه السلام صاحب قلب سليم. والمراد بسلامة القلب في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني كان شديد الإخلاص لدعوة الحق، وكان عنده استعداد أن يبذل كل شيء، يبذل نفسه وكل ما يملك في سبيل أن يحظى ويفوز برضا المولى سبحانه وتعالى. هذا هو معنى تعبير القلب السليم. القلب السليم كذلك بيفيد الاستسلام التام المطلق اللي بدون قيد ولا شرط، استسلام مطلق لله تعالى، لقضاء الله وقدره، ولكل ما يقدره المولى سبحانه وتعالى. ومعنى القلب السليم إن صاحب القلب السليم عنده سعي حثيث جاد في إنه يسلك كل السبل التي ترضي المولى سبحانه وتعالى. فصاحب القلب السليم هو الذي يلقى مولاه عز وجل، وليس في هذا القلب السليم شيء غير المولى عز وجل. المتأمل لسياق الآيات اللي ورد فيها دعاء حلقة اليوم، جوهرة اليوم، ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، اللي يبص لسياق الآيات اللي جاء فيها هذا الدعاء يجد إنه لما أنكر سيدنا إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه عبادة الأصنام، وكان ليه بقى حوارات وجدال كثير مع قومه، وقام بإدارة حوار عقلي مقنع جدا معهم ليبين لهم إن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، وأنها بالنسبة إليه أعداء. ليه؟ لأنه لا يعاملها معاملة الأعداء، لا يعبدهم أبدا لأنهم لا يستحقون العبادة، وأن المستحق للعبادة هو المولى سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، خالق كل شيء. قال تعالى حكاية على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم كان خاتمة دعائه هو قوله عليه السلام كما قص علينا القرآن، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، المراد بالخزي الذل، يعني يا رب لا أذل ولا أهان، لأن الخزي معناه الذل والهوان. اللهم اعصمني واحفظني من الذل والهوان يوم القيامة، يوم بعث الخلائق لمحاسبتهم. الله يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ويومها فيها أحداث رهيبة، والخلائق بقى كلها الأولين والآخرين مشهد رهيب. فهو يسأل ربه في هذا اليوم العظيم الرهيب، لا تخزني، لا أسألك ألا أذل ولا أهان. فسأل الله تعالى السلامة من الفضيحة بالتوبيخ على الذنوب والعقوبة عليها يوم القيامة.
لان هي دي هو ده الهوان الحقيقي. شوف لو ان انسان اتى امرا قبيحا بيحب انه يتستر ومحدش يشوف، ما بالك بقى على رؤوس الاشهاد الاولين والاخرين الخلق كلهم، والانسان قدام الخلق كلها يتحاسب على كل صغيره وكبيره امام خلق الله اجمعين، فضيحه واي فضيحه. فسيدنا ابراهيم عليه السلام سال ربه الا يخزيه في هذا اليوم، وده تواضع من سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام امام عظمه الله جل جلاله، ومبالغه من سيدنا ابراهيم عليه السلام في تحري السلامه والنجاه في يوم شديد الاهوال. ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ولكن عذاب الله شديد، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة اليوم كأن الناس في حالة سكر. فسيدنا إبراهيم عليه السلام هو يتواضع أمام عظمة الحق وجبروت الحق جل في علاه، وإن اليوم ده يوم شديد رهيب، لابد الإنسان يسأل الله السلام في هذا اليوم. فكان هذا الدعاء جوهرة اليوم. وبين كمان سيدنا إبراهيم عليه السلام العلة من وراء دعائه ولا تخزني يوم يبعثون. هو ليه دعا الدعاء ده؟ ليه دعا إنه ألا يهان وألا يذل في ذلك اليوم العظيم؟ بين إنه في ذلك اليوم العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم ده لا مال هينفع صاحبه ولا أولاد وذرية ولا حشم ولا سلطان ولا أي شيء. في ذلك اليوم لا يقي الإنسان ولا يعصمه من عذاب الله أي شيء، ولو افتدى بملء الأرض ومن عليها ذهبا لا يقيه ولا ينجيه إلا إذا أتى ربه بقلب سليم، سليم من كل المساوئ، سليم من كل العيوب، سليم من كل الذنوب، سليم من أمراض الشبهات كالشرك والشك والنفاق والإصرار على الضلالات. لن ينجي الإنسان إلا أن يأتي ربه بقلب سليم، يكون قلبه ده خالي من أمراض الشهوات زي حب الدنيا وغرورها والتباهي في هذا الغرور. الناجي يوم الحشر هو صاحب القلب السليم. يعني القلب ده يا إما يكون سبب إهلاك العبد يوم القيامة، أو إذا كان قلبا سليما يكون هو النجاة لصاحبه. صاحب القلب السليم الخالص السالم من الخصال الذميمة، المتصف بالصفات الجميلة الحميدة، قلب نظيف من الحسد، قلب نظيف من البغضاء، قلب نظيف من الغل، قلب نظيف من مقارفة السيئات وحب السيئات، على طول صاحبه بينقح وبينظف وبيخلي من هذا القلب جميع الصفات المذمومة، ويعين نفسه بالدعاء والاستعانة بربه وكثرة الذكر والسعي في الخير على أن يصير قلبه قلبا سليما. وخص القلب هنا بالذكر لأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح كلها، وإذا فسد القلب فسدت سائر الجوارح. وده مطلب مهم من أجل المطالب اللي يجب أن ينشدها الإنسان العاقل، يعني يطلبها في دعائه ويسعى إلى تحقيقها في واقعه. وذكر ابن المسيب إنه القلب السليم رضي الله عنه قال إن القلب السليم هو قلب المؤمن، المؤمن حقا وصدقا، فإن قلب الكافر والمنافق مريض، قال الله تعالى في قلوبهم مرض. لذا فإن من أفضل ما نحرص عليه هو الدعاء بهذا الدعاء المبارك،
في هذه الأيام والليالي الشريفة، نحرص على دعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون. فنسأل الله تعالى، نسأله دوام العفو والعافي والستر بين يدي الخالق الجبار جل جلاله في يوم الموقف العظيم، ليصرف عنا كل ذلة وهوان وفضيحة أمام الخلائق يوم القيامة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو بنحو ما دعا به الخليل إبراهيم عليه السلام. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات كلما سلم. كان يقول: اللهم لا تخزني يوم القيامة، ولا تخزني يوم البأس، فإن من تخزه يوم البأس فقد أخزيته. يعني الفضيحة الحقيقية مش بتاعت الدنيا، الفضيحة اللي هتكون في الآخرة لمن اقترف السيئات وسعى في فعل المنكرات ولم يتورع ولم يتب ولم يعد إلى ربه ولم يعمل على تنقيح قلبه، وصار في أفعال الشياطين وواكب واستجاب لخطراتهم وصار على أهواء نفسه. ده اللي ما اشتغلش على نفسه، ده هيبقى قلبه سليم؟ لا، فضيحته ستكون عظيمة يوم القيامة، لأن مش واحد واثنين وثلاثة قدامهم، لا، ده الأولين والآخرين يشهدون حساب كل واحد منا. ثم من متمات دعاء ولا تخزني يوم يبعثون كما ذكرنا من قليل، الحرص على سلامة القلب. كل ما يجي وارد مش كويس على قلبك، على طول وارد شيطان، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هوى نفسك بيوزك تعمل حاجة، تفكر في شيء، ما انت بتبتدي بفكرة وبعدين تعمقها أكتر بمزيد من التفكير والتدبير لتنفيذها، وبعد كده تلاقي نفسك مشيت في هذا المسلك غير المحمود. الحق نفسك على طول، احرص على سلامة القلب مع الدعاء بهذا الدعاء على طول. شفت حد ضايقني، ما تخليش الغيظ يمتلكك وتبتدي تنطلق بلسانك بألفاظ مش كويسة، ما تخليش الغضب يمتلكك فيخليك كابت معاني مش كويسة وصفات مش محمودة في قلبك. كل ده بيعكر صفاء القلب وبيجعل لدى العبد قلب غير سليم، وإحنا عايزين القلب السليم، لأنه من تتمة هذا الدعاء إننا أسعى إلى سلامة القلب. كل معنى غير محمود ابعده عن قلبك. طب أنا ساعات ما بقدرش، استعن بالله ولا تعجز، لأنه سلامة القلب هي سبب نجاة العبد، سبب النجاة بين يدي الله يوم القيامة. ومن أهم ما نختم به شهر رمضان المبارك وإحنا في أيامه الأخيرة، إن إحنا نختمه بقلب سليم صحيح. يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى من أحكام الصيام إن إحنا بنمتنع عن أشياء هي في أصلها حلال، الطعام، الشراب وغير هذه الأمور، عشان يدربنا إن الإنسان يكون عنده إرادة قوية يستطيع بها إنه يوجه نفسه إلى فعل الخير. فإذا كان أنت بتمتنع عن الحلال فمن باب أولى أن يمتنع الإنسان عن المحرمات، والعاقل عليه أن يختم هذا الشهر والمعنى ده يقظ متقد في قلبه وعقله، أن نختم الشهر بقلب سليم صحيح. ولأنه آكد في هذا الشهر المبارك أن نسأل الله سبحانه وتعالى، نتعوذ من النار ونسأله الجنة، ومما يدفع بالإنسان ويسلك به مسالك وسبل السلام إنه يحرص على القلب السليم الصحيح، أن يكون سلم وسالم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى، يكون سالم القلب من كل شبهة تعارض الوحي الشريف. القلب السليم هو الذي سلم من عبودية ما سوى الحق تبارك وتعالى، صاحبه
أخلص في عمله لله. إن أحب أحب لله مش لأغراض، مش بنعرف بعض عشان مصالح، لا، إن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله. لما بلاقي شيء ما بيعجبنيش من إنسان، أنا مش بكره الإنسان، أنا أكره الفعل غضبا لله، فارق. وإن أعطى أعطى لله، مش عشان الناس تثني عليه، وإن منع منع لله. إن العبد يكون رباني في كل حركة وفي كل تصرف هو بيعمله في حياته، طبعا مع الانقياد التام لكل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم منزلة القلب بنباقي الجوارح، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. أنت ممكن تسعى في خيرات كثيرة، لكن العبرة بما تضمره في قلبك. إن كانت الناس بتشوف وبتبص وبتتعامل معاك على أساس تصرفاتك الخارجية، إلا أن الله سبحانه وتعالى موضع نظره قلب العبد، فليحرص العبد على نقاء وصفاء هذا القلب. وكما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأساس الإخلاص قلب الإنسان المؤمن، قلب الإنسان، قلب العبد. لذا فسؤال الله القلب السليم يعني الدعاء بإن احنا نوفق بإن تكون قلوبنا قلوب سليمة، هو مطلب مهم من مطالب النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلب مهم حضنا عليه القرآن الكريم من خلال هذا القصص الذي يقصه على المؤمنين والمؤمنات. ومطلب مهم لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو به في دعائه عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم آمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا بمشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون. بنرحب بالجميع. بعتذر النهاردة مش هنقدر ناخد أسئلة لضيق الوقت، لكن معانا سؤال أو اتنين من أمس إن شاء الله بعد كتابنا وعرض كتابنا كتاب قلوب عامرة نبدأ في الرد عليهم بإذن الله تعالى. فإلى كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدينا مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح آيات سورة الإنسان. إن شاء الله الشباب بقى النهاردة هيقروا اللي احنا صححناه في الحلقة الماضية. احنا مع حضراتكم بنصحح الآيات من 5 لـ11 في سورة الإنسان. نبتدي بالأستاذ مين بالظبط؟ مين بالظبط؟ نبتدي. طيب يلا يا أنس، إن الأفضل استعذ وسمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب ليه انت عملت مسكينا ويتيما وأسيرا؟ قبل الألف ميم ساكنة؟ أنا عندي النون. فين؟ ميم ساكنة ازاي؟ لا أنا بتكلم على النون. في تنوين عندك. هاي ايه النوس؟ مسكينة. طب ما هي ما أنا عارفة المسكين، أنت مسكين برضه. مسكين وأنت بتقولها لي خالص يعني، بس في نون عندك هنا منونة مفتوح. تنوين بتاعة مسكينا، لو انا وقفت كده لو انا وراها الواو انت قلت مسكينا ويتيما. ليه قلت مسكينا؟ انا عايزه الحكم. مين عارف؟ قول يا عبد الله. ادغام. عندي ادغام. ليه؟ انت خدت اول الخيط وسبت بقيته. قلت من احكام النون الساكنه وسكت، يعني احكام النون الساكنه والتنوين اذا جاء وراها حرف من حروف الادغام بغنه، عشان كده انت عملت الغنه فقلت مسكينا ويتيما، ما برضو يتيما اهي النون بتاعت التنوين يتيما فوراها واو من حروف الادغام بغنه، هتبقى يتيما و، عشان ابقى اعرف الحكم تاني. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جميل. يلا يا أستاذ آدم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا قمطريرا. عبوسا قمطريرا. جميل، لأن هيبقى عندي هنا إخفاء. شوف واحدة هنا تنوين في إظهار، واللي جايه بعدها اخفاء اللي هي التنوين اللي على عبوسا. ادي السين اهي منونه عندكم اهي عبوس. يلا كملي يا ساره. احسنت يا ادم. وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة. نوب. شفتي بقي كده؟ نوب. عشان ما تبقاش دال. انا عايزاها ايه؟ ضاد، لغه الضاد. نظ. بقي هنا اتملى هوا. ها قولي بس نظ. نظ. اي تاني. نظ. او ما تجريش عشان تتمكني من الحرف. نظ. نظ. اقريها تاني الايه. فوقاهم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم
ولقاهم نظرة وسرورا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أحسن من قبل كده، ربنا يفتح عليك. يلا يا سادة. إن الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ما تقلقلش الذال يا سادة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يلا يا شروق. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا أنا زعلت. أنا عندك هنا إيه فوق الهمزة؟ تنوين. ورا التنوين إيه؟ ورا التنوين إيه؟ واو. الواو دي ايه بقى؟ حرف من حروف ايه؟ الادغام بغنه ولا من غير غنه؟ بغنه. يبقى انا ايه؟ هقول ايه؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يلا يا عبد الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة نظرة وسرورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بحضراتكم. ست ام ادم سالت امس عن ان هي نزلت عليها الدوره بعد اذان المغرب بربع ساعه، هل يلزمها قضاء الصلاه عند الطهر؟ طبعا ما دام ان حضرتك في دائره العباده فهتكون الصلاه في ذمتك، بمعنى ان حضرتك النهارده رفع اذان المغرب ونزلت العاده الشهريه بعد ان رفع اذان المغرب مثلا بربع ساعه بتلت ساعه بخمس دقائق، المهم وانا طاهره رفع الاذان وبعد شويه نزلت الدور، يبقى انا يلزمني قضاء المغرب حال الطهر. لما تطهرين بعد كده يبقى او بمجرد علم الطهر أو أنك تعرف تتأكدي من طهرك تماما تلزمك قضاء هذه الصلاة يا صاحبة السؤال. سؤالها الثاني كان أن زوجها حالف عليها أنها ما تكلمش صديقة ليها لفعل هو شافه منها وكان لا يرضى هذا الفعل. لو كان منع الزوج لك أنك ما تكلميش صاحبتك دي لسبب شرعي معتبر فيجب عليك الطاعة. طاعة
هذا الزوج إذا كان يأمر بمعروف، لو هو شاف تصرف أو سلوك مش مظبوط من صاحبتك وبناء عليه شايف أنك أنت ليس من الأليق بك ولك أنك تتعاملي معاها، فمنعك من التواصل معاها وبتقولي حلف على كده، وانت عايزة بتقولي أن أنا أكلمها. طيب أبتدي أفكر في المنع وسبب المنع، كان سبب جدير بأنه يمنع ولا لا؟ ما كانش وانت شايفة أنه في تعرضت لظلم، لما الدنيا تهدأ أبتدي أتكلم معاه، لأنه أتكلم معاه بنوع من الحكمة، أشوف أتخير الوقت المناسب اللي أتكلم معاه ونبتدي نشوف الموضوع سوا، ويسأل طبعا عن في الوضع بتاعه ده، حضرتك تتكلمي معاه وتسأليه وتقولي له أنا عايزة بس أظهر لك الأمر بتاعها، هو 1 2 كذا، وتوضحي له الموضوع. لكن ما ينفعش ان انا ابتدي اكتشف انك انت بتكلميها من وراه، وربما يكون هو ليه وجهة نظر واضحة في هذا الامر هي خفيت عليك يا صاحبة السؤال الست ام ادم. نتوجه الى الله سبحانه وتعالى ضارعين سائلينه من خير الدنيا والآخرة، وهو القائل وهو المعلم وهو الموجه، ادعوني استجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك أن ترزقنا قلبا صحيحا سليما، وخلقا مستقيما، ونفسا قانعة تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.